بسم الله ما شاء الله عليك أيها السراج، سراج الدين. نعم. المرة السابقة إذا ذكرت قلت لك أنت سراج، واليوم أنت سراج ومنير، ما شاء الله راك منور هذا المجلس، ما شاء الله عليك سراج. نعم. يلا سراج الدين استفتح بني وقرأ مما تيسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله عليك. تلاوة لا أمتع ولا أخشع ولا أروع من هذه التلاوة التي استمعنا إليها الآن من هذا الطالب المجد الصغير الكبير في تلاوته، في أدائه، في يعني ما شاء الله اليوم كان مبدعا سراج الدين كما عودنا دائما، وكما استحق أن يتأهل من التصفيات إلى الأدوار يعني الإقصائية إلى النصف النهائي، ها هو في النهائي أيضا يثبت جدارته. سراج الدين لك وقفات يا بني، سجلتها عليك رائعة، لما تقف لك وقفات رائعة جدا. أيضا عربك لما تتنقل ما بين أيضا المقامات أيضا رائعة، ما شاء الله عليك. يعني تلاوة انظن يا شيخنا يعني في القمة، توافقونني في هذا؟ نعم، تلاوتك على العموم كانت رائعة. تنبه فقط يا سراج الدين، تنبه يا سراج الدين فقط إلى
مثلا لما قرأت ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، أنت قرأتها جيد ما شاء الله عليك، ولكن كان الأفضل من هذا أن تقف عند ويضرب الله الأمثال للناس، تقف ثم والله بكل شيء عليم، حتى لما تجيب مد اللين بعد ذلك تعطيه حقه يا سراج الدين. لما قلت ليجزيهم الله، الميم لم تخلص ضمها جيدا، يعني الميم ما بانتش معك مليح الضمة، حاول أن تركز عليها. أيضا في الختام والله واواوا، الواو لابد عليك أن تستفيلها، تكون مستفالة ولا تكون أيضا تميل إلى التفخيم كما قرأتها يا سراج الدين. ولكن على العموم هذه الملاحظات لا تنقص من جمال التلاوة والأداء. سراج راك معايا؟ أنت معي؟ نعم. ما شاء الله عليك، تلاوتك على العموم رها رائعة متميزة، بارك الله فيك وموفق يا بني.